يا ناس، أنا الخبز البيضة ما عرفتش كيف تاكلوا فيها. الخبز البيضة ما فهمتش كيف تاكلوا فيها. كنت في فندق، تمام، ما كلتش في الليل، جوعت نضت الصبح، ما عنديش، ما فيش خيار عندي إلا الخبز البيضة كمصدر للنشويات والكربوهيدرات. قلت تمام، بحكم إن نحسب فيه السعرات الحرارية، تمام خليني ناكل الخبز البيضة. لما جيت بناكل ما لقيتهاش، اختفت. قعدت ندور وين مشت وين مشت، اكتشفت بعد مدة أن أنا كليتها بدون دراية. مشيت شفط، ما فيش عملية قضم بالأسنان، ما فيش، انبلعت طول الخبزة ونزلت. ليش؟ لأن الخبزة البيضة فرينة، بيضة من اسمها، بيضة فرينة سكر، يعني ما تاخذ في شيء في عملية الهضم، بخلاف الخبزة بتاعت الحبوب. خبز الحبوب هذه لما ناكل منها 4 توست في اليوم، 4 قطع في الصباح، نقعد بالأربع ساعات ما نكش نحس فيها ان هي فعلا موجودة في الجسم. في شيء مهم جدا نبي نفهمه لكم، هو بسبب النظام الرأسمالي اللي في العالم ونظام الكسب المادي قبل اي شيء، قبل الصحة. فالشركات عشان يحافظوا على صلاحية الفرينة فلازم ينحوا منها القشرة الخارجية. القشرة الخارجية فيها كمية بروتين جميلة جدا، أنيقة رشيقة، فيها كمية ألياف تعطيك شبع لمدة طويلة، ولكن عشان نحافظ على صلاحية المنتج نحوا منها القشرة فتولي فارينة بيضة، يعني فقط سكريات. وهذه الخبزة الطامة إن لما تأكل منها فردة، وعارف إن أغلبيتكم لما تأكل رغيف خبز زيك ما تحسش بيه، ما تحسش ان انت كليت. ففي الناس تاكل 3 4 5، ومشكلة في مجتمعاتنا العربية ومجتمعنا الليبي بشكل خاص ان ناكله في 4 و5 و6 اضعاف كمية النشويات اللي يحتاجها جسمنا، يعني بدون مبالغة الشيء رهيب جدا. وبعدين تجي تقولي سمنت، بسم الله، من وين طلعت لي البطن هذه؟ ما ناكل في شيء. انا اولا لازم الثقة في نفسي. انت ما تاكلي في شيء ليش؟ لان الخبزة اللي تاكلي فيها ما تحسيش بانك كليتها اصلا. خدي خبزة الحبوب، خبزة الحبوب مش التوست اللي لونه أسمر اللي يحطوا لها في شوية كاكاو ويحطوا لها في شوية محسنات عشان يبدأ لونها أو يكون لونه داكن شوية وتقول صحي. لا، حبوب لما تاكل تحس كأنك تاكل في 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 مدام فيفي. حبوب لما تاكل تحس كأنك تاكل في شيء فعلا، فهمتوا؟ يعني في مضغ، في هضم، تحس إن الشيء موجود في جسمك. شوفوا النوع اللي نستعمل فيه، موضحين في الغلاف هنا، لو تشوفوا حنحاول نشارك معكم صورة توضيحية. حتلاحظوا ان القشرة موجودة، ما زالت موجودة الداخل، وايضا عندك المحتوى اللي هو الفرينة، وعندك البدرة الداخلية، كله موجود. هذا كله لما يطحن مع بعضه، والصلاحية بتاع هذا المنتج اقل بشكل كبير جدا من صلاحية الخبز البيضة. عشان هيك الشركات المكسب المادي ينحوا في القشرة عشان المنتج ما يسوسش، عشان المنتج ما ينضربش للمدى الطويل. ولكن انت اكسب صحتك يا عزيزي. الطعم ما فيش فرق كبير جدا في الطعم بين الخبزة البيضة والخبزة الصمرة. لو انت رب اسرة فخذ لأسرتك خبزة صمرة واغصبهم عليها. ليش؟ لان صحتهم اهم شيء. حتى لو كان سعرها اكتر شوية مش مشكلة. ليش؟ لان حياكلوا منها كميات اقل، لان حيشبعوا بشكل اسرع. لو استفدتوا من هذا الفيديو ياريت تشاركوه في جميع انحاء السوشيال ميديا وتحطوا لايك. أنيق رشيق زيكم انتم، وحتى نلتقي في فيديوهات تانية. stay fit and peace out.